صباح الخير اعزائي ومتابعيني من قناه محمد هرقل. ان شاء الله نكمل وياكم فلوق الجنوب او سفره الجنوب. وحاليا احنا ان شاء الله بالعماره، مثل ما عرفتوا البارحه كملنا الفلوق الاخير بالبصره ورجعنا بالليل الساعه 8، وصلنا تقريبا الساعه 11. وصلنا للعماره، بيتنا عند بيت خالي، الضيف ورايا طبعا مثل ما تشوفونه. ان شاء الله اليوم احنا بالعماره، لكن متوجهين ان شاء الله الى منطقه المشرح. عندنا احد اصدقائنا داعينه، نكمل عنده تقريبا للحد العصر، ونكمل ان شاء الله طريقنا الى الطيب. سفرتنا ان شاء الله راح تكون الى الطيب، ومن الطيب اعتقد راح نبات في العماره، وبعدها راح تكون نهايه جوله السفره، راح تكون رجوع الى بغداد. حاليا احنا بالعماره، طبعا ما عندنا المناطق بالضبط فراح اقول الاسامي مالتن. عموما احنا طالعين على طريق الكحلاء المشرح. هناك الحمد لله والشكر وصلنا منطقة المشرح. السلام عليكم، شلونك صديقي العزيز؟ شو اخبارك؟ مرتاح ان شاء الله؟ الله يحفظك. دراجة المضيف ما اعرف شنو اسمها. عموما استغل ساسوك هيك شيء. هنا الجو فد شيء. طبعا اليوم كلش هواء عالي، يعني الفنجر من 135 ما قامت تمشي 100 قفلت. مع العلم اكيد اكو رديف عندي، بس عموما يعني 100 قفلت. عموما الهواء له دور كلش بسياقة الدراجة. حلوة طبعا أجواء المشرح، مدينة ريفية مثل ما تشوفون، هذا النهار أو الساقية وعبارة عن خضار. أها وصلنا تمام. هذا البركة حمد. شلون حجي على اليوتيوب؟ ما طلع الجمال اليوتيوب. بسم الله. والحمد لله والشكر، بعد ما كملنا وتغدينا وكان ضيافة جدا جميلة. شكرا لك اخويا، تعبناك اخويا حسن. ان شاء الله كانت دعوه من المضيف هم حلوه ووافقنا عليها. ان شاء الله راح نروح هسه حاليا الى الجزيره. طبعا فد يعني مكان سير بين ايران وبين العراق، يعني فد منطقه شبه نقدر نقول صحراويه بس فيها خضار، اعتقد بها ماي ما اعرف التفاصيل مالتها. من هنا تبعد من هاي المنطقه لحد هناك تبعد تقريبا 40-45 كيلو. طبعا اعتقد طريق وعر، اعتقد ما اعرف. عموما فنجر اوكي. عموما نكمل ان شاء الله الطريق لحد ما نوصل للجزيرة. طبعا الجزيرة اكيد تعتبر منطقة الجزيرة او القرية او ما اعرف مسؤولها الجزيرة، تابع اكيد لمحافظة ميسان، بس تسير على الاطراف الحدودية، الشريط الحدودي بين العراق وبين ايران. الطريق راح نسلكه طبعا كلية قبل، بعدين ناخذ يسرى. تقريبا الطريق ساعة ساعة ونص. خليكم ويانا ان شاء الله يطلع مكان حلو. اليوم المصور مالتي بالسيارة. طبعا اكيد السيارة السنتاف اذا تشوفوها، الجماعة هم المستضيفين، اكيد هم يدرون الطريق، هم كانوا الواجهة مالتنا واحنا على ضوهم نمشي. علاوة الموسى ويشاد لها.
جمل، طبعا المنطقة تكثر بها الجمال. حلو. بما انه هي منطقة صحراوية واكيد سولها جزيرة، فاكيد اكيد راح يكون بيها جمال هواية. حلوة الاجواء، حلوة اجواء الصحراء، عم الها دور كلش حلو بالاجواء. طبعا نفس وقت خطرات يعني حلوات، بس خطرات يعني لازم واحد جدا ينتبه ويضرب دبل اشارة للوراء حتى ياخذ احتياط انه اكو فد شي يدور. الهواء خضلنا كلش عالي، يعني الدرجات حتى قاعد 90 قاعد تخفض. طبعا هنا اكثر شيء يعني هنا حقل فكه، مخيم فكه يبعد 8 كيلو، ما اعرف بالضبط. هنا كل شوي اكو حقول مال نفط، قاعد تشوفون ديك حقل دي وراي حقل، كل شوي حقول مال نفط يصير. هذا طبعا جسر حديدي اعتقد جوا اكو اوكي اعتقد هذا نهر الطيب اعتقد. اوكي جماعة راح يطبقون جواميس وترتيبات. حلو ذاك الحقل نفطي. ديشة طبعا ناس ساكنين يعني شلون نقول القرى دول الصحراويين بقرهم وجاموس هم اكيد عندهم وياهم. هلاو شو تريد؟ هسه صعدك تدلل كأنك على تصعيده. نابع حرس حدود، هاي شنو الشرطة مال حرس الحدود، يعني هاي تعتبر منطقة حدودية. السلام عليكم. ها حد يشرح لنا عليه شوية هذا. ها تمام. بس اذا مطرت هناك تمام يجي يعلي يوصل هيك لهناك قلت هيك يجي نسمته. ها يعني كل شيء على هوايه. تمام حلو. هذا وين نهايته يودي؟ هذه بالهور ها بالهور يذب بهوار ايه
من يسرقوه خاصة. يلا يلا يلا. رقم ميسان الجسر كله يهتز. انا اخونا المعذب وهناك والده خصوا لكم من النهر. لهنا تقريبا اذا تشوفون عجيبة هاي النقطة. حاليا احنا اخر نقطة نقدر نوصل لها كبالدراجة اقصد طبعا اكيد الحدود العراقية الايرانية من جهة العمارة. اذا تشوفون هاي هذه الخريطة اعتقد واضح عندكم هناك العمارة وهاي احنا حاليا على الحدود. الحدود اذا تشوفون ديش الدخانة ما اعرف حكمها طالعة فهي ايران تعتبر. هذا اخر خط نقدر نمشي عليه على الحدود كمدني نقصد مو عسكري. عسكري اكيد اكو جيش متقدم اللي قدام على ذيك السواتر هناك الهواية كلش حقول مال النفط والابار. شعور لا يوصف في هيك مناطق صراحة اكثر من المدينة. ما اريد المدينة عمي. هنا هنا الرحال الحقيقي يطلع من مكان ما يهمه. اوكي الدراجة لها دور بس بنفسه الشخص هو نفسه انه يقدر يوصل ايش مكانات له. لا لو يخاف لو عنده رهبة هو يكون ناس تخوف من الدراجة يقول لك انا تطلع. هو الرحال لازم هاي لازم يعطى له لازم ينقله ولازم كل شيء. اي هاي قانون الرحالة خاصة بالدراجة. اذا تشوفون ذاك الحقل كلش قريب علينا حقل نفطي. النار تشوفوه شلون طالعه يعني حقل ومصفو اعتقد او لا مو حقل لان المصفو المفروض اكو بيه ابراج. هذا فقط حقل الافنجر البطله احسميها البطله هاي. تشوفون هذا الحقل هذا النار مالته. هذا طبعا بير ده يحرق. اها ذنيك الابراج اللي هو يسحب من عنده النفط وهنا ما اعرف شنو الموضوع. اي صدق هنا الشمال حتى احلى من السليمانيه. والله حلوه عمي كلش حلوه. هاي هنا شركه سين العراقي للمقاولات يعني موضوع ابار ما ابار هذول يشتغلون. يعني هنا الخضار صدق حلو يعني بس مطره شوي يكون بعد اصغر كان صار الوضع بعد احلى. هنا الافنجر ما قصرت والله. ما حمد شلون صار؟ طبعا هنا النقطة النهائية للحدود العراقية الإيرانية. إذا تشوفون ذيك النقطة راح أقرب لكم إياها. هاي النقطة هاي حدود إيران. صار الدراج؟ الدراج الصغير ان شاء الله المستقبل ويانا ناخذ الان وين ما يريد. عنده
ونكمل وياكم الجولة. راح نسوينا جولة صغيرة داخل العمارة. طبعا العمارة شارعين او ثلاثة صراحة، مو كل شوية، وراح نحاول نطلع الشوارع، ارتب شوارع موجودة مثل كورنيش السراي او هذا الكورنيش، ما اعرف صراحة بالضبط اسمه، وناخذ لنا جولة بسيطة يعني، ونرجع ان شاء الله للبيت. طبعا اليوم اخر يوم لنا بالعمارة، باكر ان شاء الله راح يكون رجوعنا الى بغداد. طبعا المسافة اللي راح نرجعها ان شاء الله تقريبا 400 كيلو، راح نسويها 6 ساعات الى 7 ان شاء الله خير. ها شارع دجلة، طبعا الدليل وراي يدليني يعني ما عندي صراحة. عموما هذا شارع دجلة، اقدم الشوارع بالعمارة، شارع طبعا تجاري على بي اسواق بهواية يعني شغلات. شارع دجلة، خلنا اشعل لكم القلوب الامامي شوي. ليش هذا الرون؟ ليش هاي الشغلات؟ اوف اوف، موضوع الدراجات يعني صراحة حقها اكو ناس تنزعج منها. يعني هذا جاي رون، قبل شوية ابو ايرانية جاي رون بالجسر. يعني طبعا ما دا اقول بس العمارة، جميع المحافظات. كورنيش السراي هنا وصلنا. يعني مكان كلش حلو، تصميم جديد، يعني شيء كلش حلو مضاف للعمارة. طبعا اكيد يصير على ضفاف النهر. هذا شنو اسمه الجسر؟ هو ما على اسم لحد الان، اسمه السراي يسمونه. جسر السراي على هذه المنطقة. حلو تمام. انا جاي شرب القهوة يسمونه. شنو؟ يمني اسطنبول. يلا عادي. مو مشكلة عادي. اطلق لي قدام شوية. خليتوا بس ايش قهوتكم هذا اللون؟ شو هو؟ ها؟ اوكي. انا احس شرب الصراحة. يلا اوكي نذوقها ونعطيكم الرأي. وما شاء الله الطعم كان كلش طيب. كافيه اسطنبول موجود في العمارة السراي او كورنيش السراي. طبعا هنا راح نجيب غيرها تحبل وتحياتي في أمان الله.